أثناء مشاهدتك لمعظم القنوات الكبيرة على يوتيوب، تلاحظ يتم استخدام نصوص ورقية أو نصوص على أشكال ورقية كقناة الدحيح مثلاً، وتكون نصوص احترافية وتعطي الفيديو مونتاج رائع. لكن كيف نستخدمها في فيديوهاتنا عن طريق الهاتف؟ نحتاج الآن إلى تطبيق بوستير شو. تستطيع تحميل التطبيق من جوجل بلاي. سأضيف لك في الوصف رابط تنزيل التطبيق من جوجل بلاي. تطبيق بوستير شو هو تطبيق تصميم صور وأشكال، ويحتوي على عدد كبير من الخطوط الاحترافية، لذلك سنعتمد عليه لتصميم الخطوط. الطريقة سهلة كما ستشاهد الآن. يجب أولا أن تعرف ما هي النصوص التي تريد كتابتها على الفيديو، لأن كتابة النص لن تكون من تطبيق VN. نفتح تطبيق بوستير شو. نضغط على تصميم جديد. نختار تصميم فارغ. ونختار موافق. نحتاج أولا إلى إضافة تصميم الشكل الورقي للنص. نضغط على تصميم. وننتقل إلى مجموعة رقم 5. نختار من هنا الشكل المناسب. يوجد عدة أشكال مختلفة، تختار الشكل الذي تريده. الآن نريد أن نختار له لون. نضغط على اللون ونختار لون واحد. سأختار هذا اللون. نريد الآن أن نضيف النص على الشكل. نضغط على إضافة نص. نكتب النص. نضغط على الخطوط ونختار شكل الخط. طبعا كما تكلمنا، يوفر التطبيق كمية كبيرة جدا من الخطوط العربية والإنجليزية، مقسمة إلى أقسام. في كل قسم يوجد عدد معين من الخطوط. نختار الخط المناسب. نتحكم بحجم الخط ليكون مناسب على الشكل. نضغط على اللون لنختار لون الخط. نضغط على إحاطة ونختار اللون الأسود لكي يكون النص ظاهر على الشكل بوضوح، ونقلل من الكمية لتكون مناسبة. وبعد أن ننتهي من التصميم، نضغط على النقاط في الأعلى ونختار حفظ الصورة، ونختار أعلى جودة متوفرة. الآن لنضيف النص الآخر. نضغط على النص ونضغط على تعديل. نكتب النص الجديد. هنا مثلا إن كان حجم الشكل أكبر من النص، كهذا النص مثلا، نستطيع تصغير الشكل ليكون مناسب مع الخط. أولا نضغط في الأعلى على طبقات ونختار قفل طبقة الخط لكي نستطيع أن نتحكم بالشكل بأريحية. الآن نتحكم بحجم الشكل ليكون مناسب مع الخط. وبعد أن ننتهي نقوم بحفظ الصورة. نكرر نفس العملية على النص الأخير. الآن انتهينا من تصميم الخطوط. أصبحت الخطوط جاهزة. لننتقل الآن إلى تطبيق VN لنتعرف على كيفية إضافتها للفيديو وتحريكها بالشكل المناسب، وإضافة لها مؤثرات صوتية. نفتح تطبيق VN. نختار مشروع جديد. نحدد الفيديو.
الآن لنفترض نريد أن نكتب النصوص على هذا الجزء من الفيديو فقط كفيديو تجريبي. الآن سنضيف كل نص بالتوقيت الصحيح. هنا سنضيف النص الأول. نضغط على إضافة صورة. نحدد صورة النص الأول. سنضع النص هنا على الفيديو. الآن نريد أن نختار له حركة. طبعاً التحريك الأفضل لهذه النوعية من النصوص هذا التحريك. نضغط عليه ونضغط عليه مرة أخرى ليكون التحريك من الجانب. ومن هنا تتحكم بسرعة التحريك. الآن سيظهر النص بهذا التحريك. بقي الآن المؤثرات الصوتية. لنضيف أولاً جميع النصوص وبعدها سنضيف المؤثرات الصوتية. لنقوم باقتطاع النص ليكون فقط إلى هذا التوقيت. نضيف النص الأخير. نحدد له نفس الحركة. ونقوم باقتطاع الجزء الأخير من النص. الآن نضيف المؤثرات الصوتية على النصوص كهذا الصوت مثلاً. طبعا تستطيع تحميل الصوت من أي موقع يقدم مؤثرات صوتية مجانية أو من المواقع التي تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة. سأضيف لك روابط الفيديوهات في الوصف أو يمكنك أن تبحث عنه في اليوتيوب، لكن تأكد أولا أنه مجاني. نضغط على إضافة موسيقى. نختار المؤثر الصوتي. الآن نضع المؤثر الصوتي بنفس توقيت ظهور النص لكي يظهر النص مع المؤثر الصوتي. نقوم بتكرار التأثير الصوتي ونضيفه على النص الآخر. وأيضا نضيف المؤثر الصوتي على النص الأخير. انتهينا الآن من إضافة النصوص على الفيديو. لنقوم بتصدير الفيديو لنرى النتيجة النهائية. سنقوم بتشغيل الفيديو. في يوم 6 أغسطس عام 1945 في مدينة هيروشيما اليابانية قبل نهاية الحرب العالمية، حصلنا على النتيجة التي نريدها. طبعا الطريقة سهلة، وهذه تعتبر أفضل وأسهل طريقة لإضافة هذه النوعية من النصوص في المونتاج عن طريق الهاتف. فأنت قبل أن تقوم بعمل مونتاج لفيديوهاتك، تقوم أولا بتصميم النصوص التي تريدها من خلال تطبيق بوستر شوب، وأثناء المونتاج تضيف كل نص بتوقيته المناسب. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة.